وماذا تعني كلمة جزائري؟ وماذا تعني كلمة أمازيغي؟ وماذا تعني كلمة مسلم؟ نعم إخواني، أباؤنا وأجدادنا فجروا الثورة، ونحن اليوم نتطرق إلى مشروع تعديل الدستور بالذي الخنشلة دائما تكون في الصفوف الأولى. إحنا مهما كان ومهما كلفنا الأمر ومحاصرين الولاية هذه، باش نقول خوتي الولايات المجاورة هنا عندهم طريق سيار، عندهم سكة حديدية، عندهم مطارات، ولكن الولاية هذه باش نقول خوتي حركة الجمعوية اللي دار احنا مازال نتعاقبوا. وكانت مشاركتنا بعدة اقتراحات جاءت بعد مشاورات حثيثة بين أعضاء الاتحادية، وفتحنا فضاءات للنقاش، والحمد لله تم الاتفاق على مقترحات قدمناها للقيادة العليا للبلاد، وأخذ منها ما أخذ، بالخصوص فيما يتعلق بطلب الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني لدستارة هيئة استشارية للمجتمع المدني، والحمد لله.